بالنسبة للصفحة 79 تمرين 14 عندي 21 أس 3، أي 21 في 21 في 21. إذن هنا غادي نحسبو بوحدة بوحدة وغادي نشوفو. إذن إلا درنا 21 في 21 شحال غادي تعطيني؟ واحد في واحد واحد، واحد في اثنان هي اثنان، اثنان في واحد غادي ندير هنا النقطة، اثنان في واحد اثنان، اثنان في اثنان هي أربعة. إذن هنا غادي تعطيني هي واحد اثنان في زائد اثنان أربعة، وهنا أربعة. إذن غناخد هاد العدد أشني هي 21 في 21 هي أش؟ هي أربعة أربعة واحد. هاد القيمة غادي نضربها فاش؟ في 21. إذن هنا إلا ضربتها في 21 أش غتعطيني؟ واحد في واحد واحد، واحد في أربعة أربعة، واحد في أربعة أربعة، غادي ندير نقطة، جوج في واحد اثنان، جوج في أربعة ثمانية، وجوج في أربعة ثمانية. إذن هنا غتعطيني واحد، أربعة زائد اثنان ستة، أربعة زائد ثمانية اثنا عشر، احتفظ بواحد، دونك أربعة غتعطيني تسعة. إذن هي 9161، هادي هي 9261. إذن دابا غادي نمشيو نحسبو القيمة اللي هي 91 أس 2. إذن غادي نحسبها هنا، 91 أس 2 هي 91 في 91، خصني نلقى نفس القيمة باش نقول لي راه متساويين. واحد في واحد واحد، واحد في تسعة تسعة نقطة، تسعة في واحد تسعة، تسعة في تسعة واحد وثمانون. إذن إلا جمعنا هادو بجوج غيعطيني واحد زائد صفر واحد، تسعة زائد تسعة ثمانية عشر، ثمانية أحتفظ بواحد، واحد زائد واحد اثنان، ثمانية عشر، ثمانية عشر ثمانية أحتفظ بواحد، هنا غتبقى عندي فقط ثمانية. إذا كيبان ليا بلي راه ماشي نفس القيم، لأن هنا عطاتني 8281 وهنا عطاتني 9261، إذا راه مختلفين، وبالتالي غنقولو بلي راه هادو لهم مختلفين. الاستنتاج غادي نكتب ليهم هادي ونكتب تخالف 91 أس 2.